اهلا بكم اعزائي المشاهدين. اول حلقه النهارده معانا في نجوم اليورو وتحليل مع العالمي والثعلب. علي مساء الخير. مساء الفل. بارك ايه؟ والله عشمي. وحشت. وانت كمان. عامل ايه؟ رجليك خدت على بيوض. اه. وانا بقول لك الموضوع ده هيبتدي يتمادى معاك. اه. هتشوف. عجونه؟ بيوض. اه. بالذات يعني سيبك عجونه بيوض على اساس الناس كلها عارفه القصه. انا ثابت دلوقتي. ايوه. مركز يعني. سيادة النائب مساء الخير. ازيك يا سيف؟ اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ معلش عامل لك ازعاج. لا يا حبيبي مركز. الدنيا كويسه؟ الحمد لله. رايك في اليورو؟ بدايه حلوه، ماتشات كتيره كويسه، كنت واقع بجوله الاولى هتبقى فيها ماتشات اقل يعني، لكن معظم الفرق الكبيره ظهرت بشكل كبير. عجبني جدا ايطاليا. ايطاليا عامله 28 مباراه بدون هزيمه من ساعه التصفيات، كاس عالم وكاس اوروبا. كلين شيت حوالي ماتشات كتير جدا ورا بعض. ماتش بدايه افتتاحه مع تركيا ماتش حلو قوي، كوره غير الكوره متعودين عليها في ايطاليا، بوزيشن كتير جدا، استحواذ كويس، بيجيب اجوان بيضيع اجوان. يعني انا شايف لا في مستويات حلوه بصراحه. عالمي زي ما كابتن حازم بيقول دايما ان اي بطوله بيبقى الراوند الاولانيه المستويات فيها اقل، لكن البطوله دي مختلفه. البطوله دي الماتشات بادئه برتم عالي، الفرق الكبيره كلها قالت لا احنا مش جايين نهزر، ومسج لكل الفرق ان هم جايين منافسين، كله البرتغال فرنسا يمكن المانيا طبعا اتغلبت من فرنسا. اتكلم على ايطاليا، ايطاليا عامل لعبه ماتش كبير، انجلترا لعبت ماتش كبير قدام كرواتيا، يعني النمسا كسبت سويسرا. لا الراوند الاولانيه راوند فيها كرة كويسه، وكل الفرق قالت ان البطوله دي هتبقى بطوله جامده. طبعا اهم حاجه في الراوند الاولانيه هو الخبر الكويس جدا وجيد جدا بان كريستيان اريكسن على يعني على قيد الحياه، وان هو كويس، وان هو اتكلم وبعت فيديوز لزمايله، ودي اهم حاجه في البطوله. وبينت لك ان ازاي دي بيهتموا بالناس، ازاي الناس دي بتهتم بانسانيه البني ادم، وحياه البني ادم اهم من اي حاجه. شفت اللقطه؟ اه طبعا. عجبك فيها ايه؟ عجبني فيها ثقافه اللعيبه بتاعت الدنمارك، عجبني فيها ان راجل كاير، الراجل الكابتن بتاع كاير، الكابتن بتاع الدنمارك والراجل بتاع الميلان ده، ازاي ان هو عارف ان هو يعمل ازاي الاسعافات الاوليه، حتى لو بشكل مبدئي، ان هو عنده ثقافه، وده بيوريك ان ازاي لعيب الكوره لازم يبقى مثقف. عجبني جدا ان هم لما لقوا ان الكاميرا بتعمل زوم على كريستيان اريكسن، ان هم عملوا وقفوا زوم، وقفوا حواليه. انت عارف ان المخرج ما جابش اللقطه اول ما شافهم كده؟ آه. ما جابش اللقطه غير مره واحده بس. اه. وهم ما عملوا كده، دي التفاصيل دي كانت اسباب بفضل الله يعني ان الراجل اموره كانت بخير بعد كده. لا وبعدين برضه درس سيف ايه؟ مفيش حد بيفتي. يعني ايه مفيش حد حاول ان هو يعني انا متخيل لو القصه دي مثلا في ملاعب مختلفه تلاقي واحد بيحاول بقى يشيله من وسطه، واحد بيحاول ان هو يديله، لا مفيش. اللي عارف يعمل حاجه صح. عارف سابوا الناس اللي هي المتخصصين ان هم يشتغلوا، وده برضو انا يعني مهم جدا ان احنا ناخد من القصه دي ان لازم على الاقل حتى عندنا في مصر ان هم ليه ما يبقاش يجمعوا كابتن حازم في اتحاد الكوره رئيس الجهاز الطبي في اتحاد الكوره او رئيس اللي هو اسمه ايه اللي هو المسؤول عن الـ عن الـ عن الكورونا اللجنه الطبيه، رئيس اللجنه الطبيه. انا في رايي ان قبل الموسم المحلي لما بيبدا لازم يجيب كباتن الفرقه كابتن كل فريق ويعلمه على الاقل الفيرست ايد الاسعافات الاوليه، لان ممكن اقرب لعيب هو اللي ينقذ. انا عايز اقول لك ان التطور دلوقتي كبير جدا في الحته دي. يعني ابو عبله في الاهلي، محمد اسامه في الزمالك، هايل هايل. مش قصدي كده، انا قصدي ابو العلا في المنتخب. لا تطور في القصه دي الناس يعني رهيب. يعني ناس عارفه وفاهمه وسامعه بره. انا قصدي بقى يعلموا كباتن الفرقه، كل كابتن فرقه، او يختاروا 2 لعيبه من كل فريق يبقوا متعلمين على الاقل الاسعافات الاوليه. صح. وليه لا؟ يعني اللعيبه النهارده ثقافه اللعيبه بتاعت الدنمارك هي اللي انقذت كريستيان اريكسن. صح. مانشيني وايطاليا، انت الكره الايطاليه يعني لا انا يعني متابع ايطاليا طبعا، وما كنتش متفاجئ يعني، كنت متوقع انها تعمل ماتشات كويسه جدا، لكن انا عاجبني اداء الفرقه، يمكن عكس تماما شكل الايطالي على فكره، هو بيلعب بشكل مختلف، استحواذ كبير جدا، لعب على الجول بشكل مستمر، زياده عدديه من كليني مثلا بيلعب سيرد باك، وكان على طول زايد في نص الملعب وكان هيجيب اجوان. الحاجات دي كنت بشوفها في ايطاليا زمان، يعني ايطاليا تجيب جول وقابلني بقى لو عرفت تخش ال 18، لكن لا بيلعب ماتش
بشكل مختلف تماما. اللعيبه معظمها ما حدش يعرفها على فكره، يعني لازم تبقى انت متابع الدوري الايطالي عشان ما فيش سوبر ستار. يعني اكتر واحد هتلاقي انسينيا مثلا بيلعب في نابولي، ايموبيلي في لاتسيو، ما فيش حق يعني مش اللعيبه الاسامي اللي لو انت مش متابع الدوري مش هتبقى عارفها، هتبقى متفرج عليهم زيك مش عارف مين دول، لكن عاملين شكل كويس قوي. مانشيني يعني عودته المنتخب ايطاليا بعد ما كان انديه دي كانت مشكله كبيره في ايطاليا، ان اي نجم كبير ما بيروحش المنتخب الايطالي، عشان كان في فتره ايطاليا بتجيب مدربين مش بقيمه المنتخب الايطالي، مش زي زمان ان اي مدرب ماسك فرقه بياخد فلوس كتير، بياخد 10 و12 و8 مليون، اللي بيمسك منتخب بياخد 2 و3، فبتبقى الامور ما بيجوش حد جامد. يمكن مانشيني اول واحد من فتره كبيره يمسك بسي في كويس بمناخ كويسه، فانا شايف ايطاليا يعني مش مفاجاه بالنسبه لي، واعتقد انها تعمل بالنسبه للمستويات اللي شفناها في كل الفرق لا من احسن فرق بتلعب كوره. يعني طبيعي ان بلجيكا تكسب روسيا 3. يعني بلجيكا فرقه جامده جدا على الورق، هم فرنسا بالاسماء وبالفاليو او القيمه بتاعت اللعيبه اعلى فرق مع انجلترا طبعا. عندهم لعيبه مميزه جدا، قدروا ان هم يكسبوا من غير كيفن دي بروين، وحتى هازارد مش في احسن مستوى، مش المستوى ليه. لما هازارد يخش مع تدرج البطوله مع في البطوله ومع كيفن دي بروين يرجع، مع وجود لوكاكو، مع وجود كاراسكو، مع وجود ثلاثه لعيبه جامدين جدا ورا ونص ملعب، نص ملعب جامد جدا، فرقه تقيله، فرقه بلجيكا فرقه تقيله جدا. مرشحه؟ طبعا فرقه من الفرق اللي يعني اكيد لو بترشح اربع فرق او خمس فرق اكيد هيكونوا منهم. فنلندا طبيعي تكسب الدنمارك؟ لا مش طبيعي، هو طبعا الحاله اللي كان فيها لعيبه الدنمارك بعد ما اجبروا على اللعب تاني ويرجعوا يلعبوا اكيد اللعيبه مش مركزه، يعني انا لو بلعب في ماتش واحد معايا في الفرقه حصل له كده اكيد هيبقى تركيزي راح، وده واضح يعني كل المؤشرات قبل الماتش تقول الدنمارك هيكسب، هم احسن واخطر ولعيبه كتير اكبر يعني عندها خبرات احسن، لكن حصل حاجه معينه اكيد اللعيبه كلها ما كانتش مركزه، ويمكن حتى المدير الفني هاجم الاتحاد الاوروبي ان هم اجبرهم ان هم يكملوا الماتش لما يبقى خساره. فلا يعني اعتقد هي نتيجه مش تقليديه او مش طبيعيه في ظل ظروف طبيعيه. يعني نمسا ومقدونيا، نمسا كويسين، نمسا لعبوا ماتش كويس ومقدونيا لعبوا ماتش كويس. بانديف جاب جول التعادل، اول جول مقدونيا او ماسيدونيا تجيبه في بطوله في ميجر تورنمنت، وهو عنده يعني 37 سنه يعني. لكن النمسا في اخر الماتش كانوا كويسين جدا، افرانوفيتش جاب جول حلو جدا. دلوقتي الاتحاد الاوروبي بيفتح تحقيق في الطريقه بتاعت السليبريشن بتاعته وطريقه الاحتفال بتاعه، لانه كان بيقولوا انه كان فيها هجوم على المنافسين. النمسا فرقه كويسه، فرقه محترمه. هولندا واوكرانيا، هولندا واوكرانيا ماتش حلو قوي. انا عاجبني جدا في هولندا فينالدوم، حاجه تحس كمان هو في ليفربول كويس، بس تحس ان هو الكابتن فعلا، وهو الكوره بتيجي حواليه لازم تيجي عنده مع ديونج طبعا، بس هو لا فارد نفسه بشكل قوي جدا، لعيب قوي جدا جدا، بياخد الكوره ويعدي، بياخد الكوره ويشوط، بيكمل اللعب، بيفتح الملعب. فرقه هولندا فرقه كويسه، لكن في خمس ست دقائق دخل فيهم جونين، يارمولينكو جاب جون عالمي طبعا، ودي برده كانت غريبه ان اساسا اول ما جاب الجون الثاني ديبور عمل تغيير في الدفاع، السيرت باك والباك ليفت، هو بيلعب بثلاثه اربعه، اول ما عمل التغيير ده ونزل اكي ونزل الراجل ناحيه الشمال دخل فيه جولين في خمس دقائق. معرفش ليه غير التغييرات، ده طلع داني بليند ليه والباك الشمال مش عارف، لكن فرقه هولندا كويسه، عندهم راس حربه قوي جدا، اميدو اسمه ايه؟ بتاع فيسبيك طويل قوي ده، يعني غالبا ما بيلعبش ديونج اللي بيلعب في اسبانيا وهو لاعب واستدى بيه وجاب جون يعني. عندهم مقومات لعيبه يمكن معظمها بيلعب في هولندا، الباك اليمين اللي جاب الجون الاخير بيلعب في اس في، لعيب سريع جدا، ويمكن بص هو باك يعني بيلعبوا ثلاثه والباكين خمسه، يعني الباكين دول هتلاقي ان الباك اليمين ده ضيع جونين الشوط الاول انفرادات وجاب جون في الاخر، يعني اول مره اشوف هولندا تلعب بثلاثه، دي دايما 4-3-3 يعني، بيطالبوا ان هو يرجع ل 4-3-3، لكن الشكل مش وحش، ماتش كان حلو قوي، لكن هم فرقه كويسه ممكن تجيب جون لكن دخل فيها في خمس دقايق جولين. اوكرانيا لا في ماتش صعب الماتش الجاي ليها، وهتبقى يعني اعتقد ممكن تخش تاني او ثالث في المجموعه يعني. انجلترا كل الناس في انجلترا يعني متفائلين بالمنتخب الانجليزي، ازاي المنتخب الانجليزي نفسه قصير يعني؟
بص انت عندك مشكله كبيره يا سيف في منتخب انجلترا ان دايما الاعلام بيضخم من اي انجاز قد كده. فانجلترا مثلا كان في تخوف او كان في شكوك حوالين المنتخب الانجليزي قبل بدايه البطوله. انجلترا هي لعبت اول ماتش كسبت كرواتيا، كرواتيا طبعا فريق كويس، وانجلترا الحقيقه لعبت ماتش كويس. لو شفت بقى انت حاسم كلام الاعلام عن اللعيبه بتاع منتخب انجلترا يحسسك ان منتخب انجلترا خدوا كاس العالم. عمالين يقول لك ان فيليبس اجمد لعيب في نص الملعب، مش عارف ايه، رحيم ستيرلينج مش عارف ايه، كين كذا. هو ده اللي بيخلي الاكسبكتيشنز والتوقعات عاليه جدا عند الجمهور، عشان كده بيبقى اي اتشيفمنت واي انجاز بيعملوه بيعتبر بالنسبه للناس اندر اتشيفمنت او اقل من التوقع. انجلترا فرقه كويسه، عندها مشكله ان هي ما عندهاش جول كيبر جامد، بيكفورد مدرب جول كيبر عادي جدا، عندهم مشكله في السنتر هافين، مشكله كبيره، وده اساس اي فرقه. لكن هم قدام طبعا فرقه جامده، فرقه قدام عندهم لعيبه جامده، عندهم بالبدايل بكل حاجه. فانا متوقع ان انجلترا في اول ماتش في النوك اوت قدام فرقه جامده هتطلع. تشيك واسكتلندا. تشيك فرقه عندها نو هاو، يعني فرقه قويه جدا، حتى بيحصل لها تبديل وتوفيق، لكن دايما عندها لعيبه مهمه ولعيبه قويه، عندها سيستم. اسكتلندا جايه من بعيد، بقى لها فتره كبيره جدا بعيد عن التنافسات، ان كان كاس عالم ولا بطوله اوروبا، وعندها لعيبه بتلعب زي روبرتسون بيلعب، طبعا ليفربول عندها في نص الملعب لعيب بيلعب وست هام، لعيب كويس ماكتوميني في مانشستر يونايتد. لكن يعني واضح ان الخض او يعني ان لسه مش مهين، وبعيد شويه عن تشيك. يمكن الجون اللي تشيك جابه واحد من احلى الاهداف طبعا شفناها في البطوله، وهو لعيب كويس قوي على فكره، لعب في ايطاليا شويه ولعب دلوقتي في باير ليفركوزن، لعيب قوي ولعيب اشول، لعيب سريع بيعرف يجيب اجوان. انا شايف نتيجه متوقعه، يعني مش حاجه صعبه. يعني اسبانيا والسويد نتيجه عاديه 0-0، مباراه هاديه. والله اسبانيا استحواذ كبير جدا، لكن مفيش مرتا وحش قوي بصراحه، ضاع جوان وحشه، جوان سهله، ضاع جوان سهله. واول مره كابتن حازم اشوف فرقه كوره بتلعب باثنين سنتر باكين، الاثنين من قلوب الدفاع شول، عمرك شفتها في حياتك؟ وعين برضه فكره حميده على شول، يورنتي يلعب باك يمين، يورنتي مع اتلتيكو مدريد السنه دي هو لعيب نص ملعب من الهدافين من اتلتيكو مدريد، ولعيب على الجون كويس قوي، ما اعرفش بيلعبوا باك يمين او جناح، يعني بعدته قوي قوي عن 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 ال 18، خصوصا هو مش عارف يوصل، يعني مفيش فرص، خلي بالك لاسبانيا غير الكوره بالهيد الشوط الاول، لا في كوره طب مرتب بتاعت مرتب الراجل قلش اللي جات له، لكن كلعب بقى لا اللي هي الانفراده اللي حطها جنب الاهلي، دي واحد ده سيت باك قلش فجات له هو جول، مش فاكر وفي اخر الماتش برده كروس اتلعب اللي حطه انا مش عارف مرتب ضيعها ازاي، لكن مفيش لعب اسبانيا على الجول، ما حدش بيخترق، ما حدش بيلعب، ما حدش بيشوط. البرتغال والمجر، البرتغال يعني دايما وجود كريستيانو ده يعني يصنع الفارق كده زي ما بيقولوا، دايما بلغه الارقام طبعا مكسر دايما كل الارقام، طبعا الهداف دلوقتي 11 هدف اكتر من بلاتيني الجولين، راجل اسطوره بصراحه، 36 سنه مش ممكن يعني، هانجر غير الطبيعي، راجل جعان انا مش عارف بيجيب الدوافع دي منين، رهيب. لسه شايف فيديو للسليبريشن بتاعه بتاع الجون، يعني حاجه كانه لعيب صغير عنده 17 سنه، كانه لسه اول مره يجيب جون في حياته، وده طبعا يعني خلق دوافع جديده، ده ان البني ادم يخلق دوافع جديده لنفسه ده مش سهل، ومحتاجه يعني شخصيه قويه جدا. يعني فرقه البرتغال كلها جامده، معاهم مدرب جامد بقاله معاهم سنين، هم ابطال اوروبا السابقين الاخيره يعني، فرقه جامده جدا. بس خلي بالك هولندا يعني البرتغال جابت الجون الاول في الدقيقه 84، يعني الثلاث جوان دول كلهم في خمس دقائق، ضايعين يعني الشوط الاول مش ماسكين قوي، يعني المجر كانت بيلعبوا في المجر، خلي بالك برضه الموضوع كان بالنسبه له فول هاوس ملعب لاول مره 62,000 متفرج يعني. لكن كريستيانو طبعا زي ما ميدو قال يعني اكتر واحد لعب بطولات اوروبا دلوقتي، اكتر واحد جايب جوان في بطولات اوروبا، الهداف التاريخي لبطل اوروبا او لبطوله اوروبا، الهداف التاريخي للابطال، يعني كل حاجه بقى ان شاء الله بقى الهداف التاريخي يعني. فرنسا والمانيا، فوز فرنسا فوز مستحق يعني، فوز طبيعي. فرنسا لا مش مستحق طبعا قوي، لان يعني النهارده المانيا ماسكه الكوره الماتش كله، بس المانيا فقيره جدا هجوميا، يعني فكره ان انا ما اعرفش، بس ما مش عارف ميدو برضو ان لوفي لعب مولر الماتش كله، وبيلعب النهارده الثلاثه برضو 3-4-3 او 3 يعني قدام مولر، بيلعب كمولر وجنابري تحتيه هافرتس،
الاثنين اساسا يعني مولر مش راس حربة المحطه ولا بيجري كتير، على طول بيسلم في وشه، وجنابري اساسا هو لعيب خط، ففكره انك تزنقه في النص دي ما جاش خالص، ما جاتش الكره واحده بالعرض. انا شايف طريقه مقصره جدا. مع المانيا ما عندهاش راس حربه، دي برده كارثه. ده النهارده فرص كتير جدا، عمال تلعب بالعرض ونزل فيرنر الشوط الثاني، مفيش حاجه طبعا فيرنر قد كده، كل الكره بالعرض واخدينها لغايه لما في الاخر دخل هاملز ودخل تشان وبتاع في الشوط الثاني، حط هاملز راس يعني قدام يرميش عشان بدماغه لانه مش عارف يوصل. يعني المانيا استحواذ وسيطره بعد الجون، هم ماسكين الماتش كله، وبيلعب فرنسا بتلعب زي بي اس جي كده على الكونتر على امبابي، بس هو الوحيد اللي بينقل الهجمه. يعني فرنسا ما بتطلعش بكره على امبابي، بس على فكره فرنسا خدت كاس العالم كده، بتسيب الاستحواذ بتلعب كونتر. لا بس بتمسك كوره، يعني بتلعب كوره. النهارده امبارح في الماتش ميدو فرنسا ما بتمسكش الكوره خالص، شوط تاني تحديدا واقفه على بتقطع وتلعب لامبابي. ايوه ماشي صح طبعا، بس يعني كل اللعيبه احنا قلنا فرنسا دي احسن سكواد موجود في البطوله، ما ينفعش يبقى 90 دقيقه انت محطوط في ال 18 وبتلعب على كاونتر اتاك، ممكن تلعبها تلت ساعه مثلا ربع ساعه الشوط الثاني كله. هو جاب جونين وما اتحسبوش، بس هي على امبابي هو الوحيد اللي بيشتغل. يعني انا شايف ان المانيا لو كان عندها راس حربه وكانت لعبت 4 3 3 ولعب جنابري وسانيه واحد يمين واحد شمال، كان هيفرق جدا جدا، لان هم بيلعبوا على طول على الخطوط. جنابري دخل قلب الملعب كراس حربه، دي مش عارف يلعبها من قلب. طب انت رايك، انا عايز اسال سؤال، هل انت مقتنع ان في فرقه ممكن تخش بطوله كبيره ويعلنوا ان المدرب ماشي قبل الفرقه قبل البطوله؟ يعني ثم خلي بالك المانيا يعني عندهم السيستم ده مختلف، يعني ده بس النهارده انت بتعلن عن المدرب ماشي وبتعلن عن مدرب جديد قبل البطوله. دايما لعيب الكوره، اصل انا مقتنع ان لعيب الكوره واحد كل حاجه، انت لما تبقى عارف ان المدرب ده ليه مستقبل مع الفريق بتبقى عامل له مليون حساب اكتر، انت عارف ان انه ماشي خلاص، انت عارف انه هيشيل ليله خلاص، يعني الراجل ده ماشي بتعمل مشكله. صح. مباراه الجوله الثانيه، تركيا ويلز، ايطاليا سويسرا، فنلندا روسيا، الدنمارك بلجيكا، اوكرانيا مقدونيا، هولندا النمسا، كرواتيا تشيك، انجلترا اسكتلندا، السويد سلوفاكيا، اسبانيا بولندا، المجر فرنسا، البرتغال المانيا. شكرا علامي. شكرا شكرا كابتن سيف ومسيا حبيبي ومسيا كابتن ميدو. نشوفكم في يوم جديد في جوله جديده في اليورو، نشوفكم ان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي.